لو اتكلمنا عن شركة تطوير مصر، المشروعات أو حجم الاستثمارات بالنسبة للشركة والمشروعات الجديدة. بص، احنا حاليا شغالين في مشروعين، مشروع المونت جلالة في العين السخنة، وده استثماراته مقدرة بالكامل بحوالي 12 مليار جنيه، بيتنفذ على 10 سنين اوريدي، فات منهم سنة. ومشروع فوكا باي في الساحل الشمالي، ده استثماراته حوالي 3 مليار جنيه. فاحنا حاليا بنتكلم في مشروعين باستثمارات 15 مليار خلال الـ 8-9 سنين الجايين، واحنا شغالين فيهم بجدية. السنة دي احنا رصدين حوالي 2 مليار جنيه تنفيذ، خطة تنفيذ في المشروعين. طبعا عندنا خطة طموحة لمشروعات جديدة، احنا عايزين نتكامل مع خطة الدولة ونبتدي نعمل مشروعات تنمية عمرانية متكاملة جديدة، بحيث ان المشروع يبقى فيه خدمات متنوعة بالاضافة الى الشق السكني. احنا شغالين على الموضوع ده دلوقتي، بنتفاوض على اراضي، بنحاول ان احنا نعمل زي ما بقول مشروعات متكاملة فيها جامعات، فيها مدارس، فيها مباني ادارية، فيها شق سكني، بحيث تبقى مدن متكاملة بس بسكيل صغير، كأنوية نقول 500 فدان 1000 فدان حاجات زي كده. واحنا مركزين في الخطة دي دلوقتي، يمكن اشتغلنا شوية على موضوع الجامعات وابتدى يبقى عندنا بعض الاتفاقيات مع الجامعات الدولية. في الفترة اللي جاية هنحاول نترجم الكلام ده بقى بالحصول على أراضي نبتدي ننفذ فيها هذه المشروعات إن شاء الله. مع ارتفاع أسعار مواد البناء، أسعار اللي احنا شفناها في السوق الفترة اللي فاتت، ده ازاي أثر على المشروعات في تطوير مصر؟ ابتدينا نلجأ إلى حلول باستخدام التركيز أكتر على المنتج المحلي، وبنعملها بطريقة لطيفة أننا بنتفق مع مصانع على أننا ناخد خطوط إنتاج، يعني بناخد خطوط إنتاج بالكامل تنتج المنتج اللي احنا محتاجينه، بحيث نقدر نتحكم في التكلفة. ابتدينا نفتت البنود الأعمال بين المقاولين، يعني احنا بنشتغل بنظرية إدارة المشروعات، احنا عندنا شركة إدارة مشروعات هي اللي بتتولى توزيع الأعمال على المقاولين عشان نخفف الأعباء ونخفف الأوفر هيدز. ابتدينا نحاول نحتوي العناصر دي بحيث ما تأثرش كتير على التكلفة بتاعتنا. طبعا بنحاول في بعض الأعمال ان احنا كشركة اللي بنقوم بشراء الخامات وبنجيب المقاولين للتنفيذ، كل الحاجات دي عوامل بتساعد في التحكم في التكلفة. من الجهة التانية برضو مع زيادة الأسعار ابتدينا نلجأ للتفكير في البيع خارج مصر، باعتبار ان البيع خارج مصر بيبقى آلية بتساعد ان انت اولا تدخل عملة صعبة للبلد، ثانيا السوق بره بالنسبة له رغم زيادة الأسعار اللي حصلت هنا بس الوحدة رخصت، لأن فرق العملة أدى إلى أن الوحدة في النهاية رخصت عن السعر اللي كانت عليه. فيعني خدنا شوية آليات أعتقد ساعدتنا أن احنا نمتص الصدمات اللي حصلت ونقدر نكمل في خطتنا زي ما هي الحمد لله. في خطة للإدراج في بورصة مصر؟ والله بص، يعني الموضوع ده سابق لأوانه شوية بس هو في خطتنا، يعني يمكن احنا عندنا طموح ان في يوم من الايام الشركة، يمكن دلوقتي السنة دي هتكمل 3 سنين، فانت عارف الادراك في البورصة له بعض الشروط، بمجرد ان احنا نبقى eligible للشروط دي اكيد هنفكر في الدخول. البورصة بيبقى ليها دور جيد ان بيبقى فيه سهم للشركة، السهم ده بيساعد في تمويل بعض الانشطة اللي الشركة بتعملها، بيبقى مصدر تاني للربح بالاضافة لبيع الوحدات، فبيساعد شوية في حركة الشركة، فدي في خطتنا ولكن لما الوقت المناسب بيجي يعني. هل في مساهمة من جهات أخرى أو من شركات أخرى بالنسبة لتمويل المشروعات؟ حاليا احنا كل شغلنا تمويل ذاتي من خلال المساهمين ومن خلال عوائد البيع، انما عندنا في الخطة احنا عندنا مشروعات فندقية في الخطة وان شاء الله هندعو عليها مساهمين اخرين. عندنا زي ما قلت لك مشاريع لإنشاء جامعات، المشاريع دي بتبقى كبيرة وهنكون ليها كونسورتيوم من مجموعة من المساهمين او صندوق تمويل، وهيبتدي يبقى عندنا آليات أخرى للتمويل في الفترة اللي جاية ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، سعيد جدا.